طلعت من برا الباب كنت وقتها شعور ما بينوصفها. أنا كنت خايفة إن الكل ينتقدني من الحجاب، يعني ما حدا يحبني أبدا من الحجاب. أول ما دخلت فكانوا كاتبين على اللوح يعني مرحبا إني أهلا فيكم ألمانيا. أول شيء أول ما جينا الصبح كانت عم تقول أهلا وسهلا فيكم ألمانيا. غريب حكيها عم تقول، يعني هي مبسوطة، يمكن مبسوطة مبسوطة لأن إحنا هم ألمانيا. لما بتنتقل انت من حياة لحياة فرح تتغير شوي، يعني صار عندي رفقة جديدة، حياة جديدة، حتى مستقبلي صار جديد. البنت هلا اختها حبيتها بسوريا يعني، بس هون بألمانيا هون بنت، يعني ما اقصد محكومة ولا هيك، بس انت بتاخذ حريتها، يعني عرفت كيف؟ يعني انا ما بنسى من وين جيت، انا ما نسيت اني انا ما بنسى اني انا من وطن، يعني انا من سوريا، يعني انا مالي من هون ألمانيا. لما كنت بسوريا كنت ما كتير أقدر، يعني ما أعرف إني منيح مثل يعني إشو أهلي، يعني إشو أم ولا، وهلا لحتى فهمت قيمة الأب منيح، وخاصة أمي عرفت إن الوطن هو كل شيء، يكون كل شيء لك.